اليوم أنا في الجامعة الأمريكية اللي في الإمارات اللي أنا درست فيها ماجستير علوم دبلوماسية، وعرضوا علي أني أكون معيدة في أحد الكلاسات، كلاسات الإعلام، وتحديداً في كلاس المدخل إلى الاتصال الجماهيري. حبيت أني أقوم بهاي التجربة، وكل اللي سووه فيني الدكاترة رح أطلع الحين في الطلبة. فخلونا نشوف اليوم كيف بتكون تجربتي بإني أكون معيدة في الجامعة الأمريكية. تابعونا. مرحبا، مساكم الله بالخير. أحب أعرف عن نفسي، أنا رأس صبان، كنت زميلتكم في الجامعة، فمو بغريبة على الجامعة الأمريكية في الإمارات. اليوم رح أكون معيدة، رح أدرسكم مدخل إلى الاتصال الجماهيري، إن شاء الله أنكم تتقبلوني كمعيدة. وتحديداً اليوم رح نتكلم عن وكالات الأنباء. شو هي وكالات الأنباء؟ تفضل. تنقل الأخبار؟ تنقل الأخبار حق منو؟ ممتاز. مصدر لجمع الأخبار والأحداث. جمع الأخبار لمنو؟ طيب رح ارجع اختبركم بدوله ثانيه. انت وايد متاخر. لا اسفه، ما اقدر ادخلك. انا جدا اسفه، اعتذر منك. طيب، ما هي العوامل الأساسية اللي ساهمت في تطور وكالات الأنباء؟ طيب نبدأ بالعوامل التكنولوجية. العوامل التكنولوجية اللي هو الإيميل وغيره. بنات، وين البنات؟ وين الحماس؟ غلبوكم الشباب. طيب غيره؟ قاعد تتكلمون عن شيء وايد قديم حاليا. شو هو؟ وسائل التواصل الاجتماعي. احنا في محاضرة ويفترض انك يعني حاط التلفون على وضع الصامت. سمحتوا كلكم حطوا تلفونات على السايلنت. هل انتم تعتقدون ان الحين كل واحد فينا صار اعلامي من بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل انت قادر انك تنقل وتبث معلومة بغض النظر كانت كذب ولا؟ مراسلين عن طريق بث الأحداث عن طريق الهواتف، وهي صارت نوعية عن طريق اليوم. أنا أقول على الإنترنت هذا قبل، حاليا ما وصلت. طبعا أنا ختمت معاكم المحاضرة هذه، أتمنى أنكم استفدتوا منها، وأتمنى أن شو رأيك فيني؟ ها طبعا بدايتك تحديدا كانت بدايتك واقفه، وفي حركات كنت تسوينها بايدك. متوتره لان اول مره توقفين بانظار جميع الناس، يعني انت وضعتي نفسك كوضع الممثله بالمسرح في جمهور قدامك. صح. بعدين بديتي تاخذين شوي شوي. انا بس في شغله كنت حابه انك انت ما تسوينها، انك توقفين بوقوفك بطرف الصاله، كان هذا مو مركز قوه. مهم انك كنت يعني اذا كنت تبينهم يشوفون الشاشه مثلا، كنت تدشين بينهم ويسمعونك وهم يطالعون الشاشه يقرون ويبدون هم يتكلمون يقولون بعض المعلومات، وانت تطرحين عليهم بعض الاسئله. ترى هذا راح يدخلك مركز قوه ايضا، كون انهم يسمعونك وانت معاهم داشه معاهم، راح تطيح شوي الكلفه بينك وبينهم، حتى بنات ما يكونون محرجين زياده عن اللزوم، خصوصا بوجود كاميرا بالمكان. والمجتمع هني لا زال يعني
مجتمع محافظ، فالبنت شويه تستحي من الكاميرا تحديدا. بس انت بس كان لها مشاركات ترى، انا وايد حبيت الطلبه في الجامعه الامريكيه التدريس يتناقشون جميل. التدريس جميل، ومو كل مو كل شخص يعرف يدرس، مو شرط تكون اكاديمي وعندك دكتوراه ولا عندك اعلى شهادات، انت تعرف تدرس. مو شرط تكون انت متخرج لتكون معلم وانت تعرف تدرس. التدريس والتربيه لها طريقه خاصه. بس انت بعدين بديتي ترتاحين وصارت ايدك وايد اكثر وقمتي تركزين معاهم وتستقبلينهم، حتى ارتسمت على وجوه الشباب الأريحية وطلبتي من البنات إنه يكونون مرتاحين أكثر. صار بعدين من البنات إنهم يتجرؤون تفاعل، هذا وجه تفاعل. حتى شوفيها شلون مبتسمة وقامت تتكلم بأريحية، رغم إن البنت المنقبة مثلاً اللي كانت قاعدة داخل كانت متحفظة بالبداية، بس بعدين صارت قامت تركز معاك أكثر، ويمكن شاركت معاك إذا يكون بالفيديو راح يكون عندها مشاركات معاك أو أكثر، بدأ تركيزها يصير. هذا الشيء وايد زين. أنا أعتقد لو تقدمين دورات زيادة بهالموضوع تحديدا راح تصقل موهبتك، تخليك انت اقوى تقفين حتى امام الكاميرا، امام اي شيء تواجهينه بالحياه. راح يكون مهم جدا بالنسبه لك انت كمتدربه، وهذه كلمتي اللي انا دائما اقولها. اشكرك، وانا دائما اقول انك انت يبالك ساعتين وثلاث واربعه ما نشبع.